حكيتي يوم ما طلعت حاجة أنين. والله ما بتعرف تلعب لأنه يا له بسرعة شو 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 أخذها منه ما تخليه أخذها يا عيني عليك حلو يا عيني عليك والله لعيب إيه شوت والله ما حدا رح يقدر يلعب وحاج بطولات فريقنا فريقنا رح يربح تضرب أنت بفريقك يلا نحن اللي فزنا ما خلصت اللعبة الفازوا ليش الطلبة ما بيعرفوا يلعبوا سكوت خلصنا بقى تعال نلعب مع بعض أنا وياك شكو شو بدك فيه ما بيعرف يلعب يلا خلينا نروح هلا يلا يا أولاد يلا يلا امشوا امشوا بسرعة بسرعة يلا بما انه خسر شرط انه نحن نخسر طول عمرنا بنربح انتو مرة تانية ما رح تفوزوا علينا والله حتى نربح خلصت فازوا جماعة سليم ما لحقتهم رحت على المشفى كرمال جيب دواء لبابا لأنه تعبان على الأساس جبت مبارح كنت رايح بس لما قمت بدي روح على المشفى إجوا العالم كرمال بدهم ياني امسح لهم باطن كم واحد؟ اثنين كانوا قاعدين جوا بالقهوة صحي بدي ورجيك شي ثواني لأجيبه يلا يلا لا ما بقدر يلا بلا بتقدر أنا ما بحسن بلعب حارس ايه عم تضحك؟ ما ضحكت ايه بعرف ليش بتفكر كتير بهالموضوع؟ يلا خلينا نتسلى طيب مثل ما بدك جميل ألو؟ إيه أكرم تعرف أنت اليوم بالنسبة إلي يوم التنظيف تنظيف الأرض والتياب تعبت كتير إيه والله ما ضل عندي حيل لك شو بدي قلك أنت وراجع شو رأيك تجيب معك على البيت فطاير؟ إيه سلمون يا روحي إيه والله فكرة حلوة بعد هالتعب نطلع منغير جو شوي يقبر قلبي زوجي حبيبي لا أساساً خلصت شغل البيت هلأ قعدت تعرف حبيت ارتاح شوي شي خمس دقايق بتجي بتلاقيني لابسة وجاهزة وقاعدة ناطرتك ايه طيب أول ما تجي انت بس زمر لي وأنا بنزل باي حبيبي زهرة أكرم رح يجي ياخدني على المطعم قديش حلو الله يسر لكم قال لي بتكوني تعبتي من التنظيف والغسيل والجلي أكيد كل فترة بيطلعني مكان شكل والله إيدي يرتاحوا من لما إجيتي أنتي بس هو ما بيعرف فيكي ما في شي لحتى يعرفه عملتي يلي عليكي والباقي علي أي صح خليه يعرف هيك ما تنسي الضبط بزهرة وبعدها تيسري على بيتك بس لسه شبابيك مو مشكلة بتساويهم بيوم تاني أساساً صاير المطر ما عم يوقف تمام. الأيام لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس